بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداء الرياضة. نتحدث عن شهيد من شهداء الرياضة في قطاع غزة، عهد زقوت الذي ترعرع في أكناف عائلة تشردت من المجدل واستقرت بها الحال لأن تكون في قطاع غزة، ابن نادي غزة الرياضي. درس في التمريض ولم يعمل به، طموحه كانت كبيرة في رياضة كرة القدم. بدأ في أزقة الحارات وساحات المدارس لأن وصل الحال به لأن يكون لاعبا متميزا. استشهد عام 2014 بقصف إسرائيلي مزق جسده إلى أشلاء. دعونا نتعرف على الكابتن عهد زقوت. يعتبر عهد فكهة الدار، يعني مش عقد بيتنا، لا على نطاق العائلة. يعني جلسته كانت محببة، فكاهي، بحب الضحك، بحب اللعب، بحب كل أنواع الرياضات، كرة قدم، تنس، سباحة، طائرة، باسكت، ويجيدها يعني بيجيدها كلها، يعني حتى تنس الطاولة كان بتحدى اللي كان يفوز في بطولة القطاع. الوالد توفى وإحنا صغار، يعني إحنا أنا يعني على مستوى أنا كان لما توفى والدي كان عمري 11 شهر. عهد كان لم يتجاوز الأربع سنوات، يعني في صف رابع أو يعني لا تجاوز الست سنوات، يعني كان بصف لسه حتى ما دخل مدرسة أيامها. فوالدتي كانت هي اللي شالت الحمل كله، ووالدتي كانت في البيت أب وأم بنفس الوقت، صارمة كالأباء في المواقف الصعبة، في المواقف اللي تحتاج قرارات، وحنونة ومعطاءة في كل المجالات. فهو أخذ من والدتي الشغلتين، الصفتين هذه، الحنية والقرار الصائب والشجاع. انتقل عهد للعمل بعد ما خلص دراسته في كحكيم وما اشتغلش فيها. كان بالنسبة لنا عهد كان مش عقد إنه أخويا، لا كان أخ وصديق وأب، ويعني في كل المواصفات، كل المواصفات اللي ممكن تنطبق على شخص يعني قلما وجودها الأيام هذه في الحياة. عاهد كان من بتذكر أنا في كونوا فريق في حارة بلبل، فريق اسمه أول شيء كان حارة بلبل، بعدين عملوه على اسم شركة اسمها ليمو وتاعت الساحة الشعبية، وكانت البطولات تقام في رمضان. وكان عاهد هو النجم تاع الفريق، يعني إذا ما عاهد لعب ما الفريق ما يكسب، وأخذ البطولات على ما على نطاق الساحات الرمضانية على مدار السنوات اللي شارك فيها الفريق تبعه. وبذكر أنا ذاكر جداً حضرت المباراة النهائية كانت بين فريق ليمو ومش عارف الفريق بالضبط، يميتها عهد جاب 3 أهداف في المباراة النهائية، وفي منهم هدفين من بين رجلين الحارس، يعني عشان أنا أكون يعني لأنه هو بحب يعني بحب المراوغة. النقلة لعهد صارت على يد الكابتن فايق الحناوي، لاحظوا في الساحة الشعبية لأنه كانت الساحة الشعبية تلعب في النادي الأهلي الفلسطيني وهو قريب من بيته، فكان عينه ثاقبة الكابتن فايق الحناوي فاكتشفوا، وكان مزامل له الكابتن مجد هنية في نفس الفترة، فالتنين نبغوا يعني ظهروا يعني فاستقطبهم نادي غزة الرياضي من خلال الكابتن فايق الحناوي، ودخلوا الفريق نادي غزة الرياضي الفريق الثاني، وبدت مسيرتهم ومسيرة عهد تحديدا انه يكون نجم الاول لنادي غزة الرياضي، تدرج من الفريق الثاني للفريق الاول وهو سنه صغير. يعني عهد درس تمريض 3 سنوات واشتغل في وزارة الصحة
أو في الصحة أيام قبل ما تيجي السلطة أو حتى بعد ما جت السلطة. اشتغل في وزارة الصحة من حبه لل... كان هو يعني ميال للرياضة أكثر من الصحة، بس هذا المجال اللي كان مفتوح له أيامها نظرا للظروف السياسية والاقتصادية والحياة اللي احنا عايشينها، كانت المجالات المفتوحة قليلة بس التمريض. فدخل تمريض وأصر أنه يكمل، يعني كمل سنتين فصار أخذ درجة حكيم. لحظة استشهاد عاهد كانت تقريبا ثالث يوم العيد الساعة 8:50 صباحا. كان في قصف شديد حوالين البرج الإيطالي لدرجة أنه على حسب تسلسل الأحداث أنه صحي هو وزوجته على القصف. كان في قصف قريب ووقفوا على البرندة اللي شقتهم في البرج الإيطالي، ما انتبهوش أنه ما فيش إشي. فحكى لزوجته خلاص يعني روح اعملي لنا قهوة، ما ضلش فيه نوم، روح تعمل له قهوة. فتحت الغاز صار الانفجار في البيت، الكل ذهل. انا في البيت فوق في شقتي، انا الشقة الاعلى منه، سمعت الانفجار، كنت نايم. صحيت اول ما صحيت لا شعوريا قسما بالله صرخت عاهد، انا ما بعرف يعني اجاني الهاجس انه في اشي. نزلت اجري، يعني حتى كنت لابس شورت ونزلت حافي من غير، ونزلت على البيع على شقة عاهد لانه الشقة اللي تحتيه مباشرة. لقيت النار مولعة في الشقة وزوجته بتصرخ على الباب وما فيش ملامح انه مش 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 باين. لما خشيت بتطلع لقيته محطوط يعني ملقى على الارض، القذيفة قطعت جسده اشلاء، كان لسه بطالع في الروح واستشهد بين ايديا. يعني لحظات صعبة الله يرحمه استشهد بين ايديا وكان في انفاسه الاخيرة. وخرجنا من البرج الايطالي واخذنا على المستشفى، وطبعا تم ترقيم عاهد كأحد أرقام الشهداء اللي في حرب 2014، واستشهد وإحنا مش عارفين إيش السبب لحتى الآن، ليش شو اللي ارتكبه عاهد أيامها، إيش الذنب اللي ارتكبه. مع واحد رياضي صحفي مشهور إعلامي رياضي لاعب كرة قدم مدرب كرة قدم، مجرد انه اسرائيل حكت انه بالخطأ تم استهداف الشقة وليس هو الشخص المطلوب. وبالنهاية انتهت مسيرة عاهد باستشهاده في لحظات صعبة، يعني صعبة، ما بقدرش احكي اكثر من هيك وبقدرش اوصفها صراحة. يعني مركزه خط الوسط يلعب بتفاني دون تراخي، شهدت له ملاعب الضفة الغربية وقطاع غزة. قائد بمعنى الكلمة، بدأ مسيرته لاعب ومن ثم مدرب في أواخر التسعينات. عاهد زقوت. يعني زاملته، كنت أنا جناح أيسر في نادي غزة الرياضي، وكان هو أحد ممولي خط الهجوم. كابتن عاهد زقوت كان من اللاعبين الذي يشهد لهم أو تشهد لهم ملاعب قطاع غزة وملاعب الضفة الغربية وعلى مستوى المنتخبات. الكابتن عاهد زقوت كان مثال للتفاني، مثال للأخلاق، مثال لقدوة للاعبين أتوا من بعده. عاهد يعني الفترة ما قبل اللي هو سنة 2009 ما كانش في هناك يعني دورات تدريبية، ولكن الكابتن عاهد زقوت بعد ما خلص يلعب كورة ذهب إلى القاهرة
وأخذ دور التدريب في القاهرة في استاد كان مشرفين عليها من الكوادر المصرية والمدربين المصريين. ومنذ أن رجع إلى قطاع غزة بدأ في تدريب قطاع الناشئين في غزة الرياضي، ومن ثم وصل إلى تدريب الفريق الأول. أنا كنت متواجد أنا وياه قبل استشهاده بإثنى عشر ساعة تقريباً، ومجرد يعني صباحاً ما فتحت التلفزيون وجاء خبر استشهاد وخبر اللي هو قصف المنزل تاع الكابتن عاهد زاجوت من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك في البداية خطأ في الاسم، ولكن بعد فترة اتضح انه الكابتن عاهد يعني استهدف من الاحتلال الصهيوني وهو جالس في بيته مع زوجته وابنه، ولولا يعني القدر انه يعني ابنه وزوجته كانوا في مكان اخر من المنزل لكانت المصيبة اكبر. ولكن يعني الاحتلال الغاشم باستهدافه للكابتن عاهد زاجوت يعني كانت هناك خسارة فادحة على كرة القدم يعني الغزية في الكابتن عاهد زاجوت. أطلق عليه ملك المراوغة والمناورة في الملاعب، وإذا ما تواجد في المستطيل الأخضر فيثير الذعر والخوف لدى الخصم، أما بالنسبة لفريقه فيسود الإطمئنان والأمان فينهي المباراة بجدارة عالية من خلال التسديدات والركلات الثابتة أو المتحركة. فأبو عفيف من اللاعبين في خط المناورة كان من أفضل اللاعبين الفلسطينيين، كان بمثابة أخ كبير إلنا، احتضننا وإحنا صغار ودائما كان يقف معنا، كان يعني روحه دائما حلوة مع الجميع. كان يطلق عليه ملك المناورة في الملعب لأنه كان بيمتاز بالمراوغة، كان بيمتاز بالكرات الطولية تغذية المهاجمين، كان دائما فعال في الملعب، كان يعطي الثقة للجميع، كان قائد في الملعب يعني بمعنى الكلمة. دائما اللعيبة يعني تحس بأمان واطمئنان بوجوده في الملعب، صانع مميز للأهداف، يعني بيعرف كيف كان يوصل اللاعب للمرمى من خلال الكرات الطولية أو كرات بينية من خلال التسديدات. طبعا كنت يعني أنا والكابتن أبو عفيف يعني في نادي غزة الرياضي، وبعدها طبعا في كانت مشاركاتي، كانت أول مشاركة خارجية مع اللي هو بطولة الرمسة في 93 من ضمن صفوف نادي غزة الرياضي، كان وكان من أفضل اللاعبين في البطولة. طبعا قلة الخبرات ما قدرناش نعمل كتير، نقدم شغلات كتير في البطولة. طبعا بعدها بأشهر قليلة رحنا على المنتخب مع شاركنا مع المنتخب الفلسطيني في استاد أريحة، كانت مناسبة اللي هو أيامها يعني كانت قدوم أبو عمار إلى غزة، كانت قبلها بسنة، فشاركنا في مع المنتخب في البطولة هذه في 93. وفي 94 بعد ما أجت السلطة شاركنا في بطولة العربية أبطال الدوري مع نادي شباب رفح أنا والكابتن عاهد مع بعض. في 98 برضو أيضا شاركنا في بطولة جلوس الملك على العرش في الأردن، استضافت نادي الفيصلي وقدمنا نتائج مميزة. مع كانت البطولة هذه طبعا بعد انتقاله لنادي فلسطين، شاركنا باسم نادي فلسطين في بطولة جلوس الملك على العرش، والحمد لله بعد هيك يعني كانت مغادرته إلى النادي الأهلي، كانت آخر مرحلة له للنادي الأهلي الفلسطيني، لعب موسم هناك وبعدها أعلن اعتزاله. صح
صاروخ استهدف زقوط بمأمن بيته ليقول الاحتلال أنه استهدفه عن طريق الخطأ وليس هو الشخص المطلوب. هكذا أزهقت حياة كابتن له صدى في ملاعب فلسطين. إلى اللقاء في حلقة قادمة في برنامج شهداء الرياضة.